السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. طبعا متابعة لموضوع التعديل الصحيح، فيديو التعديل الصحيح والمطلوب. إن شاء الله اليوم راح نتكلم بالرسم عن هذا التعديل. طبعا راح نرسم طريقة لف الشركة، وراح نرسم طريقة التعديل، ونشوف الفرق بين الأقطاب التأثيرية والأقطاب الحقيقية، وهل فعلا انه الاقطاب الحقيقيه تعطي قوه للمحرك ام لا. ان شاء الله راح نوضح كل هذا الكلام بالرسم باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا المحرك زي ما انتم عارفين 36 مجرى، وكانت خطوته 18. طبعا انتم عارفين يعني الرسم رسمتها، لكن انا بدي ارسمها على السريع على اساس اني ابين لكم الفرق بالقوه بين الاقطاب الحقيقيه والاقطاب التاثيريه. طبعا بنرسم احنا المحرك 18 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهاي العشرة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، طبعا هذا الفاز الأول. لاحظوا أن الفاز الأول مجموعتين، فيه مجموعتين متباعدات يعني بينهم مجاري فارغة من هاي الجهة ومن هاي الجهة، هون ست مجاري وهون ست مجاري، فالمجموعتين متباعدات، فلذلك يعني بعمل قطبين حقيقيات وقطبين بالتأثير في الفراغ اللي هم موجود، فبصير عندنا أربع أقطاب محرك تأثيري لأنه في أقطاب تأثيرية. خلونا نرسم الفاز الثاني، واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طبعا معروف يعني أكيد لكم هذا المحرك، بمر علينا كثير بنفس الطريقة، لكن احنا للغاية انه بدنا نعرف الفرق بين الاقطاب الحقيقية والاقطاب التأثيرية في القوة. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهذا هو الفاز الثاني. الان نفس الشيء، نفس الفاز الاول بالضبط، متباعد بعيدات عن بعض، بينهم مجاري فارغة أو مجاري لفازات أخرى، وقطبين قطبين حقيقيات، وبعطينا قطبين بالتأثير، بالتالي بعطينا أربع أقطاب. طيب الآن نرسم الفاز الثالث، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، طبعا هاي بيكون من الجهة المقابلة، بالتالي بتطلع من هون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبتدخل من هون تمام. احنا عندنا كمان هاي الأحمر قطبين، هاي قطب وهاي قطب، هذا وهذا نفس القطب، طبعا قطبين حقيقيات وقطبين بالتأثير لأنه متباعد، وطبعا بالتالي لانه متباعد وقطبين بالتاثير تاثيري، التوصيل عندنا التوالي له نهايه في بدايه. هذا مخطط خلينا نسميه لف الشركه، هذا هو زي ما انتم عارفين. طيب الان خلوني بس انا ارسم المجاري وارجع لكم ان شاء الله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.